وينضم إلينا للحديث عن تصاعد حالات العنف والإهمال ضد الأطفال في العراق مع تفشي فيروس كورونا بطبيعة الحال، من فيينا الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان. مرحبا بك معنا سيد ضياء. تحياتي، أهلا بكم. منظمة الأمم المتحدة كما تابعتم لشؤون الطفولة اليونيسف تقول إن حالة عنف ضد أطفال في العراق أو حالات العنف زادت مع استفحال وباء كورونا، إلى ماذا يشير ذلك؟ هذا ليس بغريب ما يحدث بالعراق، وإحنا نبهنا كمنظمات حقوقية إنسانية على المجتمع العراقي وتدمير المجتمع العراقي، وهذا ليست شيء جديد. إحنا كنا متوقعين بهذه الحالة وزيادة العنف في الأطفال وفي العائلة. نعم، هذه هي حقائق موجودة في العراق، لأنه لا توجد الوسائل ولا توجد الرعاية الاجتماعية الكافية. الأب الموجود في العائلة لا يملك عمل، لا يملك مسائل أخرى، يعني كيف يضطر أنه يكون في حالة نفسية لا يمكن أن تستمر هذه الحالة بدون الرعاية الحكومة العراقية لرعاية الأطفال والأمومة. فالحكومة العراقية حقيقة دخلوا من 2003 ولحد هذه اللحظة، يعني لا نقدر نوصفهم بأي وصف ممكن نوصفهم إلا جهلاء. ذولا لا يملكون أي حالة من حالاتها. ذولا كانوا بعيدين عن العراق، ساكنين في مناطق أخرى. يعني هم نقلوا الحالات الاجتماعية اللي موجودة عندهم، وهذه الحالات الاجتماعية لا فيها رعاية الأطفال لا في المدارس ولا نعم. في الروضات. على ذكر الرعاية سيد ضياء، غياب الرعاية الاجتماعية اللازمة للنازحين في المخيمات وغياب الدعم لهذه الشريحة من المواطنين العراقيين، إلى أي مدى ساهم في زيادة العنف ضد الأطفال؟ هذه لأنه الحالة النفسية احنا نبهنا عليها وقلنا هذه الحالة النفسية الموجود فيها في العوائل العراقية في المجتمع العراقي أتوا لتدمير المجتمع العراقي. ومباركة من الدول الجوار وخاصة إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ما أتت بالاحتلال وأتت بهذه المجاميع البشرية المشوهة، أتت بهذه المنطقة ودمرت المجتمع العراقي. دمرته أولا بشعارات لا يمكن أن واحد عاقل يفهم لماذا هذه الحالات موجودة. الأطفال الموجودين في العوائل الفقيرة، العوائل المسكينة، اللي ينقتل أبوهم ولا ما عندهم أخ معين، تضطر العائلة أن تبعث الطفل للعمل في أي مكان آخر، وهذا يتم استغلال الطفل في كثير من الحالات الاجتماعية الرديئة. مع الأسف الحكومة العراقية تتحمل كل ما يقع في العائلة العراقية وعدم رعايتها للمجتمع وعدم رعايتها للعائلة. نعم. والأمومة، وهذه هي الحالة طيب سيد ضياء، اليونيسف قالت إنه على الرغم من انخفاض الأعمال القتالية في العراق في السنوات الأخيرة، إلا أن ثقافة العنف ما تزال مستمرة ويتحمل الأطفال العبء الأكبر منها. هل ثمت علاقة بين بقاء نفوذ الميليشيات واستفحالها وسلاحها وتشكيله الخطر الحقيقي على المجتمع العراقي وخصوصا على شريحة الأطفال علاقة لهذا الموضوع؟ عزيزي الكريم، ما يحدث بالعراق من عمليات إجرامية من قبل الميليشيات والعمليات الانتقامية بقتل الناس وتعليقهم وذبحهم، هذه نراها الطفل في شوارع بغداد وفي شوارع المحافظات الأخرى. يعني هذه العملية هي جزء من هذه العملية. الميليشيات اللي يقولون غير منضبطة أو الميليشيات الإيرانية هي جزء كبير من عندها بتدمير المجتمع العراقي. فإحنا لو نشوف ماذا يحدث بالمجتمع العراقي وننبه عنه وننبه الحكومة، يعني السيد رئيس الوزراء يقول والله اعتبروهم آلاف، 17,000 مفقود، يقول انسوهم. يعني هالكلمة هذه هي معقولة؟ انه 17,000 شخص يأتون اهاليهم، ممثلين عن اهالي
ويلتقون بالسيد رئيس الوزراء ويقول انسوهم، هو هذا المنطق؟ يعني هو هذا منطق يعني نعم. منطق مسؤول؟ هذا هو السؤال. ونضيف إلى ذلك غياب استراتيجية تعليمية وتنموية للنهوض بواقع الطفولة في العراق. يعني كيف يمكن أن ينعكس سلبا على المجتمع برمته وعلى مستقبل المجتمع العراقي أيضا في ضوء عدم الاهتمام بالطفولة العراقية في هذه الأوقات؟ حقيقة تربية الطفل هي تبدأ من الروضة، من البيت والروضة والعائلة والمدرسة والمجتمع. احنا نعم. قاعد نرى ما يدور بالمدارس العراقية من شعارات وهتافات في الاصطفاف. يعني حقيقة انا اقول ما هل هذا الحكومة او المحافظ او مدير التربية او الوزير ما يرون ماذا يحدث في المدارس؟ كيف تربون شبابنا واولادنا على هذه الطريقة؟ هل هذا هو المنهج الذي اتيتم به؟ يعني اتيتم بمنهج وشعارات يعني لا توجد لها صحة ولا أساس. أنا قاعد أتكلم لك عن واقع. أكثر أخواتي مدرسات ومعلمات، يعني أخواتي عندي 5 أخوات إن كلهم مدرسات، يعني يقولون هاي الشعارات الموجودة في المدارس وفي الاصطفاف حقيقة لا يمكن أن تطاق. هاي التربية؟ مدير التربية وين؟ الوزير وين؟ شعارات من أي قبيل سيد ضياء؟ نعم، شعارات من أي قبيل تقصد؟ شعارات دينية طائفية. يعلمونها للأطفال يعني. يحفظونها للأطفال؟ لا يلقنون الأطفال في الاصطفاف أخي. نعم، يعني يلقنون الأطفال بالاصطفاف بشعارات طائفية. يعني تركوا كل الحالات وتهوا بهذه الحالات التي لا يمكن ولا كانت معروفة بالعراق. أنا أتكلم معاك عن الديوانية، أنا قاعد أتكلم يعني مو عن علم ودراية بما يحدث. نعم، أشكرك جزيلا. نعم. سيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا.